النهاردة كمان كان في إشادة عربية بمبادرة إعلان القاهرة اللي أطلقتها مصر بشأن ليبيا، وكانت أهم بنودها الاستقرار الاستقرار الاستقرار، سواء بقى عن طريق وقف إطلاق النار، مهلة 48 ساعة سعر جميع الأطراف الليبية للتهدئة، طرد المرتزقة الأجانب والميليشيات الإرهابية، تسليم السلاح، وغيرها من البنود الهامة. النهاردة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المبادرة والإشهادات العربية بيها من دول عربية زي السعودية والأردن والكويت، ولكن كمان في دول أخرى يعني تبعت الموضوع وارتأت انه مصر خدت الملف الليبي خطوة مهمة للأمام. كمان الرئيس بتاعنا كان تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإيطالي حول تطورات القضية الليبية. طبعا خدوا بال حضراتكم، إيطاليا الدولة التي كانت تحتل ليبيا لغاية يعني نهاية الحرب العالمية الأولى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة، وأكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي في هذا الشأن، خاصة عقب إطلاق مبادرة إعلان القاهرة، واللي أملنا إنه يحل القضية الليبية. و معانا حد على التليفون؟ طيب انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه، عشان انا قلت حاجه امبارح وبعض الناس سألوني، يعني تركيا بتحاول انها تكون جارتنا، هو ده الموضوع. يعني تركيا عايزه تنتقل من شمال المتوسط لجنوب المتوسط، وكانت نفسها انها تكون جارتنا في البحر الاحمر وتاخد جزء من جزيره سواكن، ونفسها تعمل نفس الحاجه في مدخل مضيق المندب، ونفس الكلام في قطر. يعني هي بتحاول انها تبقى دولة مسيطرة اقليميا. خدوا بال حضراتكم، احنا عندنا كان امبارح ورينا لحضراتكم الخريطة ديت، وعايز اقول لكم التطور فيها. احنا قلنا امبارح تنبأنا وحصل فعلا انه القوات التابعة ليه، بقول لكم ايه جاري، انا هقوم اشاور على الخريطة كده، ايه انت بقى شوف قدر يلعب لعبته معانا. بصوا حضراتكم، كل المنطقة الزرقاء دي تابعة لقوات السراج، اللي هي بيسموها قوات الجيش الوطني، بيسموها حكومة الوفاق. ال هم جم وصلوا لغاية هنا، ما وقفوش بقى، وصلوا لسرت. سرت دي محورية، سرت دي اولا دي المدينة التي جاء منها القذافي، والقبيلة بتاعته موجودين في سرت. انما زي ما حضراتكم شايفين سرت تقريبا في النص ما بين الحدود الليبية التونسية والحدود الليبية المصرية. يعني بص ادي مصر ايه، ادي ليبيا بتبدأ هنا، سرت تقريبا في النص. اللي هيسيطر على سرت لحد بعيد كأنه خلاص اتفتحت له الطريق لما وراء ذلك. فأنا أقول لحضراتكم حاجة واحدة بس عشان ما نتخضش، يعني إخواننا اللي بيهاجموا حكومة السراج واللي معاه هيواجهوا صعوبات أكبر لما يتجهوا شرقا. هو ده برضو اللي حصل مع حكومة الجيش الوطني، أو جيش أسف اللي هو جيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لما اتجهوا غربا. ليه؟ لما بتمشي مسافة اطول بتضطر ان انت تسيب قوات في كل مكان انت بتروح له، فطاقتك العسكرية بتقل، قدراتك النيرانية بتقل، عدد جنودك بيقل، وبتواجه تحصينات اقوى. فهم ممكن ياخدوا سرت، وارد، ما مش يعني ما مش مستبعدة، انما كلما اتجه شرقا هيلاقي مقاومة اعلى. لكن في النهاية اللي حضراتكم شايفينه على الخريطة انه حوالي 60% من الاراضي الليبية تحت سيطرة الجيش الوطني اللي هو الاحمر، ومعاه خدوا بالكم بقى اللي بيسيطر على المنطقة دي بشكل تلقائي بيسيطر على المنطقة الصفرة دي. ليه؟ المنطقة الصفرة دي منطقة صحراوية غير مأهولة، فهو ضمنا اللي هيسيطر على ده على المنطقة دي هيسيطر معاه على الجنوب. القبائل اللي تحت اللي هي زي الاخضر ده، يعني مش هدخل في التفاصيل، هي قبائل محايدة لحد بعيد دلوقتي، مش في صراع يعني مع حد، انما اجمالا الازرق بيزيد ويوصل لسرت. خدوا بال حضراتكم انه من 3 اسابيع بالظبط كان لغاية تقريبا ادي طرابلس، لغاية تقريبا هنا كان كل ده احمر، يعني الاحمر كان يسيطر على معظم المنطقة ما عدا طرابلس تحديدا، وده معناه انه لسه في كر وفر، مفيش حد مسيطر بشكل كامل على الاراضي الليبية. جهد مصر في انه اتفقوا انتم يا ليبيين لو معرفتوش
تتعايشوا مع بعض وتعيشوا مع بعض وتقبلوا فكرة العيش المشترك على أرض دولة واحدة، ولا حد في الدنيا هيعرف ينقذكم، لا أتراك ولا مصريين ولا سعوديين. اتنين بقى بيضربوا في بعض وبيقتلوا في بعض، مات لغاية 12,000 ليبي في الحرب بس، أنا مش بتكلم على أي حاجة تانية. 12,000 ليبي يعني مقارنة بحوالي 6.5 7 مليون بني آدم، ده رقم كبير. ومش عايزين يبقى أكتر من كده، لأن كل واحد بيموت ده بي 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 الفجوة بتزيد ما بين الطرفين. بس شكرا يا جوهري ان انت اديتني هذه الفرصه على العوده الى الله، ربنا يخليك يا جوهري ولا يحرمك مني. لا 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 لا، شغل جميل، شكرا يا جوهري. خدوا بالكم بس الفريق بتاع العمل في 90 دقيقه ده ناس جامدين جدا، وكتير جدا من اللي بيشتغلوا في قنوات تانية كانوا هنا، فانا اشرف ان دي مدرسه يعني بيطلع منها الناس الزملاء، سواء مش بس المذيعين لا كمان والمراسلين والفنيين والمخرجين والمعدين وكل الناس الجامدة دي.